لما تفطر بكتير مع البنك العربي. البنك العربي، النجاح مسيرة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم تاني فقبل ما تفطر بكتير، يوسف التهامي وفن امام. وزي ما قلنا لكم بقى ان الساعه الثانيه هيكون معانا مفاجاه لطيفه كده، وهينورنا ويشرفنا الفنان احمد فهيم. نورنا وشرفنا دلوقتي، صباح الفل عليك. صباح الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين ومبسوطين وحلوين، وانا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. كل سنه وحضرتك طيب، وبجد احنا مبسوطين جدا جدا ومتشرفين ان احنا يعني معانا واحد من نجوم السباق الرمضاني السنة دي، يعني مكسر الدنيا ما شاء الله عليه، سواء بقى في عملة نادرة أو في جعفر العمدة، وغير كده كمان على المستوى الشخصي احنا متشرفين بحضرتك والله، ومبسوطين جدا ان حضرتك منورنا في استوديوهات نجوم يا فهم. حبايب الشرف ليا والله، كان نفسنا طبعا يبقى وقت تاني غير رمضان كده ونشربك قهوتك وبتاع، بس يعني ملحوقة ان شاء الله. ان شاء الله تتعود بعد رمضان. خلينا نبارك لحضرتك طبعا على الأعمال اللي بتتعرض دلوقتي على سواء على المنصات أو على القنوات الفضائية، جعفر العمدة، عملة نادرة، ومشاركة بقى مع اتنين من اكبر نجوم مصر في الفن في الموسم الرمضاني، وهم طبعا الفنان محمد رمضان والفنانة نيلي كريم. خلينا نبتدي مع حضرتك بدورك في جعفر العمدة، حابين تحكي لنا اكتر بقى عن شخصية سيد في المسلسل. شخصية سيد في المسلسل، الترشيح كان الأستاذ محمد سامي، وترشيح الأستاذ محمد سامي أنا بعتبره تكليف مش ترشيح، لأن الأستاذ محمد سامي صاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي شافني، هو اللي كان عنده إيمان بموهبتي، وهو اللي قدمني بمعنى أصح يعني. فالترشيح كان من الأستاذ محمد سامي، وده كان ترشيح مهم جدا بالنسبة لي، وبالنسبة لأي ممثل متهيألي ترشيح الأستاذ محمد سامي شيء مهم جدا. التحضير للشخصية بقى، يعني انا لقيت ان الورق الشخصيه فيها عصبيه، وفيها انفعال، وفيها سرعه في رد الفعل واتخاذ القرارات، فحسيت ان ممكن يحصل من كل الحاجات دي نوع من انواع، يعني الكوميديا جايه من تصرفات الشخصيه نفسها، الانفعالات بتاعتها، ردود افعالها. فعملنا كده طبعا، وبتوجيهات الاستاذ محمد سامي، والحمد لله طلعت بالشكل ده، ويا رب يكون قدمنا حاجه للناس نقدر بيها نساعدهم في شهر رمضان. لا ده حصل فعلا حقيقي، وبس احنا سمعنا ان حضرتك جالك 15 حلقه قبل التصوير بيومين. جالي، انا عرفت اصلا ان انا هعمل الدور ده قبل تصويري بيومين. مفيش فرصة لأي حاجة. واتخضيت جدا لما الاستاذ محمد سامي كلمني، كنت مخضوض جدا، مش مخضوض عشان حاجة، مخضوض لاني ما حضرتش لسه، ما الورق مش معايا من قبلها بفترة، فقادر اقعد واشوف لا، ودور كبير ومهم، فمحتاج ان هو يتحضر له حتى يتهيأله نفسيا بالظبط. دور صعب كمان جدا. فلما الاستاذ محمد سامي كلمني اتفاجئت، قفلت مع الاستاذ محمد سامي وخرجت كده شوية بره، قعدت اتمشى وافكر، وبعدين قلت يلا يعني نشوف الدنيا فيها ايه. الاستاذ محمد سامي بعت لي حلقات، قريت 8 حلقات في اول يوم ده، وتاني يوم قابلت الاستاذ محمد سامي، رحت له التصوير وخدت الورق وروحت البيت، قريت تاني 6 حلقات على 8، وبدات بقى واحده واحده، يعني ما دخلتش بمندفع على الحكايه، دخلت واحده واحده كده، والحمد لله يعني مع الوقت ومع الشغل قدرنا ان احنا نعمل ملامح لسيد وبان بالشكل ده. يا رب يكون تكون النتيجه على قد المجهود. لا ده حقيقي، وفعلا من الحاجات اللي كانت ترندنج في اليومين اللي فاتوا، خصوصا بعد الخناقه اياها دي، بس هنتكلم اكيد عن الموضوع ده باستفاضه اكتر. بس خلينا نتكلم مع حضرتك، هل ان فكره التحدي بتاع اليومين دول، هل ده العادي بالنسبه للممثل ان هو يستقبل انه يكون جاهز لاستقبال اي ورق في اي وقت عشان خاطر يؤدي الدور بالاتقان اللي حضرتك اديته ده؟ بص، هو الافضل للممثل انه يبقى معاه الحكايه ويبقى عارف الحكايه من قبلها بشويه، علشان يقدر يستعد ويشوف الدنيا ويذاكر، زي الطالب اللي بيمتحن لازم يذاكر طول السنه. بس الممثل لازم يبقى عنده من المرونه اللي يخليه مستعد في اي وقت، انه هو زي لعيب الكوره على الدكه، ممكن في اي وقت المدرب يقول له يلا هتنزل تلعب، فلازم يبقى فت في كل الاوقات. صح. فانا طول الوقت بشتغل على نفسي، بقرا كويس، بلعب رياضه، بحاول ابقى طول الوقت ستاند باي لاي حاجه تيجي مفاجاه. والساعات الحاجات اللي بتيجي مفاجاه دي
بتبقى يعني سبحان الله ربنا بعتها لك يعني. والله يرزق. فلما ربنا يبعت لك حاجه اكيد بيبقى برضو مطبطب على قلبك ومديك أكيد. الاستعداد ان انت تقدر تعملها يعني. اكيد. الحمد لله. طب عارفين طبعا وحاسين العلاقه الجميله اللي بين حضرتك وبين المخرج محمد سامي، هل لو فعلا جه قال لك انا عايزك معايا بكره ومن غير ما تعرف ايه الشخصيه ولا اي حاجه، حاسه ان حضرتك هتروح على طول؟ يعني اللي هو في ثقه كده انت عارف ايه اللي هيحصل. هو لو قال لي عايزك معايا امبارح مش بكره هروح له برضه. اه يعني لا هو استاذ محمد سامي قبل ما يكون مخرج عظيم ومخرج عبقري، انا بعتبره صديق واخ، وهو صاحب فضل عليا زي ما قلت بعد ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي شافني من زمان جدا، من ايام مسلسل ادم لما كنت بعمل مشهد ومشهدين، هو اللي شافني وطول الوقت ده كان بيركز معايا وبيسند لي مشاهد صغيره لحد ما يعني بقى في ثقه ان هو رشحني في ادوار مهمه من اول ولد الغلابه. فزي ما قلت الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع للاستاذ محمد سامي، وانا طول الوقت شايل الجميل ده ما اقدرش انساه له، ولو عزني في اي حاجه تانية غير الشغل انا تحت امره يعني. يعني ربنا يديم محبه، واكيد طبعا بنبعت له تحياتنا هنا من استوديوهات نجوم اف ام. بس خليني برضو اسال حضرتك كفنان، بتحب برضو تحط الاضافات بتاعت حضرتك على السيناريو ولا حضرتك بتلتزم بالورق زي ما هو كده؟ لا لازم الممثل لازم يبقى عنده رؤيه ولازم يبقى عنده خيال بس مش في الورق يعني، مش في الكلام، في الشخصيه. في الشخصيه يعني انا من الممثلين اللي بحب قوي ان انا اقول الكلام اللي موجود في الورق، ما بحبش اضيف حاجه، ما بحبش ازود حاجه اشيل حاجه، بهتم جدا ان انا التزم بالورق. بس ممكن بالورق الشخصيه تكون لها بقى طبعا كدا كدا طبعا أوه. ده دي 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 حتتي ان انا اقدر يبقى عندي خيال واطور من الشخصيه نفسها، انما الورق لا بلتزم بيه. احب تلتزم. احنا لسه هنفضل مكملين معاكم، لسه منورنا ومشرفنا الفنان احمد فهيم. لو حد عايز يبعت له اي حاجه مستنيين كل المسجز بتاعتكم على رقم الواتساب او على صفحتنا على الفيسبوك. قبل ما تفطر بكتير مع البنك العربي. البنك العربي، النجاح مسيره على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه منورنا ومشرفنا الفنان القدير والجميل الفنان احمد فهيم هنا في استوديوهات نجوم اف ام في قبل ما تفطر بكتير، ومكملين مع حضراتكم ان شاء الله والحد الساعه 11 بنتكلم عن الاعمال اللي مكسره الدنيا في الموسم الرمضاني سواء عمله نادره او جعفر العمده. بس خليني اسال حضرتك سؤال، كان ليك تصريح بيقول اخيرا عملت الكوميديا اللي في دماغي، كان حضرتك تقصد ايه بالكوميديا اللي في دماغ حضرتك؟ الكوميديا اللي في دماغي كانت ان انا ما اقولش افيه، يعني ان انا اعمل الكوميديا اللي مكتوبه في الورق، يعني انا يجي لي ورق ومن خلال الورق اعمل الكوميديا بتاعتي، ما 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 اضيفش حاجه هنا، ما اعملش حاجه هنا. كنت دايما بشوف زمايل يعني يقولوا عايزين نعمل هنا افيه، عايزين نحط هنا كلمه فرس شويه كده عايزين نلحم افيهات وسط الكلام كتير، عايزين نعمل حاجه هنا يقول جمله ويضحك عليها بعد ما يقولها هو اللي بيضحك عليها. فالكوميديا دي كلها انا كنت بصراحه بستغرب وكنت بتضايق، يعني كنت بتخنق مش يعني انا كمشاهد ما احبش اتفرج على النوع ده من الكوميديا اللي هو كله افيهات وكله ضحك بعد ما اقول الجمله. كنت دايما بقول يا جماعة الكوميديا من الورق، يعني انا اقرأ الورق ومن خلال الورق انا اطلع الكوميديا. الممثل الكوميديا هي استخدام الممثل للادوات اللي بيمتلكها، صوته، البادي لانجوج بتاعته. انا ممكن اعمل حركة وانا بقول كلمة تضحك، ممكن اقول كلمة بطريقة معينة بصوت معين بالزبط. يضحك بالزبط. مش لازم اقول افيه هنا، ومش لازم ياخد منك رد علشان اقول لك رد عليه وانت تاخد رد مني عشان تقول لك رد عليه، كده احنا بغبغانات. انا اسف اني بقول كده بس انا دايما كان ده يعني وجهه نظري في الكوميديا من وانا صغير، مش من وانا صغير، من اول ما بدات الشغلانه ان الكوميديا استخدام الممثل لادواته اللي بيمتلكها.
لما جالي الورق الحمد لله لقيت فيه في مساحة للكوميديا، زي ما قلت ان احنا نقدر من خلال الشخصية نفسها نعمل كوميديا، ردود افعاله فيها كوميديا، العصبية فيها كوميديا، الرد الفعل السريع، الحاجات دي كلها اللي هو مدب شوية ده برضو كوميديا. فالحمد لله الكوميديا يعني يا رب اكون عملت كوميديا، انا ما اعرفش يعني ده حقيقي. لا سمع مع الناس فعلا حقيقي. الحمد لله حقيقي. الحمد لله. عايزين بقى نتكلم عن المشهد اللي بقى ترندنج جدا وعايز اعرف كنت حضرتك متوقع ان ده يحصل من مشهد الألم ده؟ يعني برضو موضوع السوشيال ميديا بيبقى في حاجات بنبقى مستنيين انها تعمل ضجة وحاجات كده، وفي حاجات بتبقى مفاجأة اللي هو ما تتوقعش ان الناس كلها يبقى ردود الافعال عاملة كده عليها. هو الشغل مع الاستاذ محمد سامي انا دايما بتوقع اي حاجة، اي حاجة هتبقى تريندينج حتى لو هو مشهد ما فيهوش كلام. فدايما اي مشهد بنعمله مع الاستاذ محمد سامي بنبقى في حالة تركيز عالية جدا، حتى لو مشهد صغير مش كبير. فده كان مشهد كبير ومن المشاهد المهمة اللي في المسلسل ومعمول عليه رباعية اللي كانت بحي الأستاذ هيثم نبيل الجميل اللي كاتب الأغاني في المسلسل. واحنا بنعمل المشهد طبعا كان فيه طبعا حالة من الاستعداد زي معسكر كده قبلها بشوية، أستاذ سامي دايما بيعمله يعني. من بعد المشهد الكرو كله كان بيعيط، فطبعا ده مقياس للي هيحصل بعد كده. لما الناس اللي معاك اللي حاسه بيك اللي بتشوفك كل يوم تتاثر بالشكل ده، يبقى اكيد المشاهده هتتاثر برضه. فمن من ردود فعل الكرو اللي معانا قدرنا نعرف ان شاء الله المشهد ده هيبقى زي ما عمل كده يعني. بالظبط. طيب كان في تصريح تاني حضرتك بتقول فيه ان حضرتك اعتمدت على خبراتك الحياتيه في تحضير الشخصيه دي، تقدر تحكي لنا ازاي ممكن الفنان يستفيد بقى من خبراته الحياتيه في اثقال موهبته الفنيه؟ ما هو جزء كبير من التمثيل خبراتك الشخصيه اللي انت شفتها قبل كده. انا طول عمري بحصل، طول عمري ماشي يعني بمشي في الشارع احصل، من وانا صغير بعمل كده وما كنتش بعرف انا بعمل كده ليه. اتاري انا فهمت بعد كده انا كنت بعمل كده ليه. يعني كنت دايما مثلا اشوف صحابي في المدرسه بيتعاملوا ازاي، بيتكلموا ازاي، واحاول اقلدهم، احاول اعيش الحياه بتاعتهم. تحب تركز مع الشخصيات جداً المختلفه تشوف جدا. ولحد فتره قريبه كنت ببقى قاعد مع حد بيتكلم في موضوع مهم جدا وانا مش معاه اصلا، يمكن ده اثر عليا في حياتي العمليه، بس هو نفعني مع الوقت في حياتي الفنيه الحمد لله. يعني ممكن يبقى حد بيكلمني في موضوع مهم جدا وحاجه يعني مهمه جدا وانا في حته تانية خالص، انا بشوف طريقه كلامه، بشوفه بيتعامل ازاي، بشوفه يمشي ازاي. تحصيل طول الوقت وتركيز، كل التركيز في الشخصيات اللي بتعامل معاها طول الوقت، تمشي ازاي، بتتصرف ازاي، تحصيل كتير الحمد لله عندي. لما بيجي لي دور بطلع بقى من المخزون اللي عندي ده ممكن يمشي ازاي، ممكن ده يكون شبه مين، فناخد منه ماشية، ناخد منه لازمة، ناخد منه حاجة. والحمد لله عندي خبرات شخصية كتير في الحياة الحمد لله. طيب عايزين نتكلم عن احنا في وقت نسأل سؤال كمان. طب في اسئلة. طيب جعفر العمدة وعملة نادرة كانوا في نفس الوقت، هل التصوير كان في نفس الوقت؟ بدأت جعفر العمدة قبل عملة نادرة، والحمد لله اشتغلت شوية كتار في جعفر العمدة لحد ما بدأت اشتغل في عملة نادرة. يعني ولما اشتغلت في عملة نادرة كنت بروح يوم وخمسة، لأ لسه ما دخلتش قوي في الشغل يعني. ولما خلصت جعفر العمدة الحمد لله دخلت في عملة نادرة، فده اداني برضو متسع من الوقت بين جعفر العمدة وبين عملة نادرة ان اقدر اوفق بين الاثنين، وكان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله متظبطالك يعني الحمد لله. بس بالزبط. في العادي لو اتعرض عليك مسلسلين يعني اللي هو بتبقى محتار ولا تقبل الاتنين ولا تخاف ان انت تبقى ملتزم بشخصيتين تقال في نفس الوقت حاجة منهم تقع؟ والله انا نفسي بحب بفضل ان انا اعمل شخصية واحدة افضل مركز فيها طول الوقت، التركيز كل التركيز يبقى فيها علشان تطلع بشكل كويس للجمهور. ولكن لو في شخصيتين غير بعض مضطر ان انا اعملهم ده بيبقى تحدي ليا ان كممثل ان انا
اشوف قدراتي بقى هقدر اعمل الاثنين مع بعض ولا لا. فكان تحدي بصراحه ليا السنه دي ان انا اشتغل في عملين مهمين في شهر رمضان، بطوله الاستاذ محمد رمضان والاستاذه نيلي كريم، اخراج الاستاذ محمد سامي والاستاذ مندو العدل. فالحمد لله يعني قبلت التحدي، ويا رب اكون قد التحدي والناس مبسوطه. اكيد اكيد قد حضرتك. طيب خليني اسال حضرتك، هل عرض عملين في نفس الوقت بتبقى في صالح الممثل ولا بتبقى ضده؟ والله لو العملين الشخصيتين مختلفين عن بعض ده بيبقى صالح في صالح الممثل. يعني لو عامل شخصية كوميدي مثلا وشخصية تانية فيها دراما، الناس هي اللي بتجمع على كده. انما لو الشخصيتين شبه بعض يبقى احنا ما عملناش حاجة. يعني الميزة ان الواحد يعمل شخصيتين بس يبقى في اختلاف بينهم بين بعض. بتبين كمان قدرات الممثل. بالظبط ما هو ده التحدي بقى. ايه الدور اللي ممكن يتعرض على حضرتك وترفضه تماما؟ بصي، هو الممثل ما ينفعش يرفض دور يتعرض عليه لان دي شغلانتي. والممثل انا بعتبره زي الحلواني كده، عنده فترينة حلويات بيعرض بضاعته كلها فيه والناس بتشوفها وبتشتريها. فانا ما ينفعش يجي لي دور وارفضه لان دي شغلتي. يعني انا شغلتي ان انا اقدم كل الانماط. انما ممكن حاجه ما تتعارض مع وقتي، تتعارض مع حاجات تانية يعني بره، ان انا ارفضها علشان لا مش حاببها او مش عجباني. حتى لو حسيت ان انت ممكن تكون بتعيد نفسك مثلا، او اللي هو لا مش عايز اكرر، هتقبل برضه؟ ما احنا قلنا بقى الخبرات الشخصيه بتخليك تطلعي من جواكي حاجات كتير. وبعدين انا الحمد لله بعمل كل شخصيه وكاني مختلف. احمد فهيم. يعني بشوف الشخصيه اللي بعملها من وجهه نظر احمد فهيم. لو هو الشخصيه دي هيبقى عامل ازاي احمد فهيم. فالحمد لله اللي كنت لسه حتى امبارح بتكلم نفسي بقول انت لسه عندك كتير، وانت تقدر تعمل شخصيات كتير وجواك شخصيات كتير، فيا رب ان شاء الله اللي جاي يبقى حلو. يعني ان شاء الله. لسه عندنا طبعا اسئله كتير جدا لفناننا اللي منورنا وشرفنا النهارده، الفنان احمد فهيم. اللي حابب بقى يبعت له اي سؤال يبعت لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، وهنتكلم معاه بقى على مسلسل عمله نادره مع النجمه نيلي كريم. بس هنطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. تو لسه معاه قبل ما تفطر بكتير مع البنك العربي. البنك العربي، النجاح مسيرة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ممكن ترجع ده حقيقي. فنان احمد فهيم، فنان القدير والجميل ونجم الموسم الرمضاني السنه دي ما شاء الله عليه، يعني مكسر الدنيا ومنورنا والله. وفعلا القعده معاه ما يتشبعش. حقيقي والله. وعايزين نكلم حضرتك بقى عن مسلسل عمله نادره مع النجمه نيلي كريم. وشخصيه عطيه ابو عصايه. وللمره الثانيه مشاركه النجم كمال ابو رايه، وشخصيه صعيديه قويه جدا. بس عايز اسال حضرتك سؤال، هل كان في اي تشابه بين شخصيه سيد في جعفر العمده وعطيه ابو عصايه عمله نادره؟ لا خالص، الاثنين مختلفين عن بعض تماما. يعني ويمكن الناس شايفه كده، وكل ردود الفعل اللي بتجيلي بتقول لي ان الشخصيتين مختلفين تماما عن بعض. طبعا كان ليا الشرف ان اشتغل مع العدل جروب، ودي كانت اول مره ليا. وتشرفت طبعا بالنجمه الكبيره الممثله القديره الاستاذه نيلي كريم. طبعا ببعت لها تحيه من هنا يعني. وتشرفت بالعمل مع الاستاذ مندو العدل، وكانت تجربة كويسة جدا. الأستاذ كمال أبو راية، الأستاذ جمال سليمان، الأستاذ أحمد عيد، الأستاذ جمانة مراد، مش عايز أنسى حد. كلهم أساتذة فاضلين وليا الشرف أن اشتغلت معاهم. مسلسل مهم برضو جدا في مسيرتي. شخصية عطية أبو عصاية، راجل صعيدي قوي، مفتري، مندفع، كل الحاجات دي. يمكن أنا عملت صعيدي قبل كده، بس عملت الصعيدي الطيب المنكسر في ولد الغلابة. وبرضو كان في شبه شوية من نسل الأغراب نفس الشخصية. المرة دي بعمل شخصية الصعيدي القوي اللي عنده نفوذ وعنده سلطة فلا ده مختلف تماما عطية أبو عصاية عن سيد العمدة. يا رب نكون عاملين حاجتين كويسين في رمضان وعاجبين الناس. ده حقيقي. اللهجة الصعيدية بقى يعني بجد من تبان كده خفيفة، بس هي صعبة في الأداء جدا جدا جدا. يعني عايزين نعرف برضو ازاي بتتمرن على الموضوع ده.
والله الحمد لله انا شو يعني عملت حاجات صعيدي كتير قبل كده، فده يعني اداني مساحه ان انا مش خلاص لا لا محترف في اللهجه. لا والله مش محترف ولا حاجه، بس يعني بقيت يعني عندي خبره شويه في اللهجه. وطبعا ببعت تحيه وبصبح على المصحح اللهجه الاستاذ عبد النبي الهواري اللي كان ليه فضل كتير ان الكبير ان المسلسل يظهر بالشكل ده. هو طبعا اللي بيقعد معانا على الورق وبيصحح لنا الكلام بس اللهجة الصعيدي طبعا لهجة صعبة جدا يعني. احنا دايما نقول احنا معانا لغتين، واحدة مصرية واحدة صعيدية. بالظبط. صعبة جدا وبيحصل جمل فيها جيم كتير ورا بعض وكسرة وفتحة تتلعثم بقى في الكلام كتير ونعيد كتير وبتاع. بس الحمد لله والله زي ما قلت الأستاذ عبد النبي الهواري كان ليه فضل كبير ان احنا نعمل الشغل الكويس. بس هي اللهجه الصعيديه من اللهجات او اللكنات الجميله اللي احنا بنفتخر بيها ان هي خارجه برضو من بلدنا هنا، وتحياتنا لكل اهلنا طبعا من الصعيد. وخليني اعرف من حضرتك بقى، معايير اختيار الادوار بالنسبه لحضرتك بتبقى عامله ازاي؟ يعني اولويه بتبقى المخرج ولا طاقم العمل ولا الاجر ولا الاسم على التتر ولا صورتنا في الافيش ولا حجم الدور ولا ايه بالظبط؟ والله يا حبيبي انا بقالي فترة كبيرة من وانا صغير ما كنتش مهتم بالتفاصيل دي. كل اهتمامي كان ان انا اوصل لحلمي، عندي حلم وعايز احققه، سواء مشهد سواء مشهدين سواء اسم يتكتب قدام ورا مش هتكتب خالص. كان عندي حلم عايز اوصله. الحمد لله حققت جزء من الحلم ده. ودايما كنت اقول لنفسي زمان لما الاقي اسمي مش على افيش او اسمي مش موجود في تتر او اقول لنفسي هيجي يوم وهم هيكتبوا اسمك، هما اللي هيكتبوا اسمك. كنت دايما بشجع نفسي. لما وصلت دلوقتي اللي انا فيه ان شاء الله باذن الله، هو يعني انا عايز اوصل لمرحله ان انا ابقى مترفع عن موضوع اسمي فين، هاخد كام، الحاجات دي كلها ما تخصنيش. انا كل اللي يخصني كممثل وفنان دوري هعمله ازاي كده يعني. انا عايز ابقى مشغول بده بس. يعني اول حاجه الفني. الورق بالنسبه لحضرتك الدور. طبعا الدور نفسه طبعا هو ده اللي يهمني ويشغلني وياخد من وقتي، انما الفلوس والتتر والحاجات هتيجي، كل الحاجات دي هتيجي. بس فكره المخرج برضو ممكن تشجعك الكاست، يعني مثلا لو الورق حلو بس الكاست مثلا حضرتك حاسس ان ممكن ما يبقاش فيه كيمياء ما بينك وبين بعض، هتاخد الدور ده عشان الورق حلو؟ المهم بالنسبه لك الموضوع ده موضوع الكيمياء. الورق اهم حاجه. الورق برضو اهم حاجه. الكيمياء انا اللي هطوعها ليا، ما هو دي بقى احترافيه الممثل. حتى لو الناس اللي معاك زي ما انت بتقول كيميتهم مش راكبه معاك او في صعوبه، تاخد من ده وتطوعه جوه الدراما فيعمل نتيجه حلوه. فالورق يغنيك بقى عن اي حاجه، يعني يخلي ان ده هو ده اكتر حاجه تشجعك على ان انت تقوم بالدور ده. بالظبط. وانا من النوع اللي ما بحبش اثناء الشغل اعمل علاقات اجتماعيه مع زمايلي الممثلين. بمعنى ان كنت بشوف زملاء يعني في البريك وفي الحاجات بيقعدوا مع بعض وبيدخلوا اوض بعض وايه الاخبار ونضحك مع بعض ونهزر، ده بيعمل نوع من الالفه بين الممثلين وبعض، بيخرجهم من الحكايه لحكايات تانيه. صح. انا طول الوقت قافل على نفسي اوضتي، ماليش دعوه بحد، مش غلاسه مني ولكن هو تركيز اكتر منه واكتر منه كده. بحس ان انا علاقتي بالممثل قدام الكاميرا لو اختلفت مش هعرف ارجعها تاني، او هيبقى في حته بيني وبينه انت فاهماني؟ ايوه فاهماني، عايزه مش عارف ترجع لها تاني. بالظبط يعني. فلو انا كارهه اصلا في الشغل في الشخصيه في الورق ما ينفعش اعمل معاه علاقه كويسه جدا. بالزبط. جوه الشغل هتكسر حاجه معينه. فدايما طول الوقت قافل على نفسي عشان لما اشوفه قدام الكاميرا ويجمعنا مشهد ابقى قادر اتواصل معاه على انه العدو اللي قدامي او اللي هو في الورق يعني. لا موضوع صعب بجد. الموضوع جدا. صعب قوي طبعًا. يعني طبعا صعب. ومش كل الناس تقدر تعمل كنت لسه عايز اقول كده. يعني مش كل الناس تقدر ان هي تفصل ما بين الموضوع ده او تتحكم في الحته دي او تقعد يوم كامل ما تشوفش حد او ما تكلمش حد. احنا انا بقعد بالثلاث شهور ما بكلمش حد وما بشوفش حد، يعني حاله كده من التركيز. بالظبط. بس حاله التركيز الشديده دي بتخليك تنعزل عن العالم الخارجي. عايزين ايه المشاكل بقى بتاعتك؟ مشاكل والله يعني بصي يعني ما بيبقاش في تواصل شويه. يعني لما ببقى مركز قوي في خلال الثلاث شهور دول ساعات بخرج مثلا يوم بالصدفه يعني جمعني صدفه بيني مع ناس قاعد مع ناس ما بيبقاش في تواصل. يعني ما بقدرش اتواصل معاهم بالكلام او بالنظرات او فاصل عنهم بقى. فاصل عنهم وده بيعمل لي مشكله نفسيه لان ضربات قلبي بتبقى سريعه، ما انت مش قادره
تتالفي مع المكان اللي انت فيه، حاسس ان انت مش مرتاح ولا مع ناس ومش مرتاح، فده بيعمل ضربات قلب سريعه بيخليك مش مرتاح، تصرفاتك مش مظبوطه، يعني ممكن تعمل ردود افعال غريبه شويه. فهو ده اللي بيحصل لي في المرحله بتاعه التركيز. لما بخلص بقى الشخصيات واخلص بقى فك خالص، برميهم بقى، بروح بقى ارميهم في البحر بالظبط، دي اهم حاجه، وارجع تاني لحياتي الاجتماعيه. فدي حاله من التشخيص بتبقى صعبه جدا، بس يعني بتوصل لنتيجه كويسه في الاخر. يعني اكيد اكيد. ايه الدور اللي حضرتك بتتمنى ان الناس يعني تفضل كده فاكراك بيه؟ الدور اللي انا لسه ما عملتوش. ايه هو؟ لسه مش عارف، ما اعرفش. انا الدور اللي لسه ما عملتوش، انا نفسي كل اعمل كل الادوار اللي انا لسه ما عملتهاش. ما عنديش سقف لدور معين، ولا انا نفسي اعمل كل الادوار اللي انا لسه ما عملتهاش. كل حاجه، كل الشخصيات اللي عكس شخصيتك. انا بقول لك انا بعمل الشخصيه من وجهه نظر احمد فهيم. يعني لو انت احمد فهيم وبقيت سيد العمدة، هتعمله ازاي من وجهة نظرك؟ صح. فعندي كتير ان شاء الله باذن الله. وحضرتك ميال اكتر لانهي نوعية في الفترة اللي جاية بقى؟ الكوميدي، التراجيدي، يعني الدراما، يعني اي نوع من الانواع حضرتك حابب ان انت تظهر بقى في المنطقة دي؟ والله الكوميدي، انا يعني انا كل الحاجات بحبها، يعني كل الحاجات عايز اعملها. بس انا يعني الكوميدي الحمد لله لقيت الناس بتثني عليا، والناس بتقول ان احنا بيضحكنا وبيعيطنا ده حقيقي. فالحمد لله، يا رب يجي لي حاجه كوميدي ابقى مبسوط جدا وبعملها يعني. ان شاء الله. نقرا شويه مسجز بقى عشان ناس كتير قوي عماله تبعت لنا. طيب ده مين؟ ده عبد الرحمن. صباح الخير احمد فهيم، بجد فنان قدير، بحييه على جعفر العمده وولد الغلابه والبرنس ونسل الاغراب وكل اعماله، بصراحه ما فيش اداء افضل من كده، بتمنى له كل التوفيق في اعماله الجايه ان شاء الله. الحمد لله. في برضو شريف الشيمي بيقول فنان شامل بجد، ان تجمع في مشهد واحد الكوميديا والتراجيدي بجد اوسكار، واحنا عارفين انك بره موضوع ابن جعفر، ما تقلقش. يعني معاك، الناس معاك، ما تقلقش خالص. في حد برضو جارك وبيقول انه عايز يغلبك في البينج بونج. ايه موضوع البينج هو كده جاري فعلا. جاري يا جاري. والله انا بلعب بينج بونج من وانا صغير. ولما كبرت بقى الموضوع قلب معايا بجد بقى. قلب معايا باحتراف، يعني بقيت بدخل بطولات وبلعب بصفة مستمرة يعني. وفي جروب كده في المكان اللي انا ساكن فيه، بنلعب مع بعض على طول، ببعت لهم تحية من هنا وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين. ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. ووصلت لمرحلة حلوة في البينج بونج، يعني اللي عايز يتغلب بينج بونج. اللي عايز يتغلب بقى. طيب خليني اسأل حضرتك على دور معين اتعمل في السينما او في الدراما المصرية وحضرتك حبيت ان الورق ده في يوم من الايام كان يتعرض عليك. فيلم الزوجة الثانية، الدور بتاع المرحوم الأستاذ شكري سرحان. طبعا الدور ده أنا بحبه جدا، ومن الأدوار اللي بحبها جدا. وفي دور تاني، دور الأستاذ المرحوم عمر الأستاذ المرحوم عزة العليلي في المواطن، كان اسمه إيه الفيلم؟ أني فيلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ عمر الشريف، الأستاذ عزة العليلي، المواطن. أيوة المواطن مصري. المواطن مصري. دور الأستاذ أبو بكر عزت في الفيلم ده برضو من الأدوار. في أدوار كده محددة. طيب لو عايز تعمل شخصية حقيقية، تجسد شخصية حقيقية، ممكن يكون مين؟ الزعيم الراحل محمد أنور السادات. إيه ده؟ وكنت هعملها فعلا، بس ما حصلش نصيب يعني. كنت هعمل مسلسل. فكرة حضرتك ان الدور ده اتجسد قبل كده طبعا، وكمان اتجسد من قبل شخصية طبعا اسطورة يعني طبعا في تاريخ السينما المصرية، الفنان الله يرحمه يعني احمد زكي. هل ده بيحط ضغط على حضرتك لو حضرتك هتجسد دور الزعيم الراحل انور السادات؟ هو مش ضغط على قد ما هو تحدي. هو تحدي ان الدور ده عمله المرحوم الفنان الكبير الاستاذ احمد زكي، فكان تحدي ان انا اعمل الدور اللي المرحوم احمد زكي عمله. فعملت بروفات وقعدنا قعدات وتمام، وكنا خلاص هنشتغل، والناس كانت مبسوطه جدا.
كنت بخرج بقى من الحتة اللي انت بتقول عليها دي، ان انا بقول بشجع نفسي وبقول ليه ما عملوش احلى بالظبط، يعني ليه ما عملوش احلى، ليه خاف؟ لا مش هخاف، هعمله وهعمله ان شاء الله كويس، وهيبقى مختلف عن كل اللي اتعمل قبل كده، فان شاء الله هعمله باذن الله، يعني في الخطه باذن الله. لازم باذن الله. طيب بتتفرج على مسلسلات ايه بقى لحد دلوقتي في رمضان، ولا ما فيش وقت ولا ايه؟ لا في وقت طبعا. بتفرج على جعفر العمده، بتفرج على عمله نادره طبعا، غير اعمالك تحيز تحيز رسمي غير اعمالك اكيد. بتفرج ساعات والله، انا مش من هواة التلفزيون والله، ما بقعدش يعني، بس بتفرج علشان اشوف الشغل عامل ايه، ردود افعال الناس هتبقى ايه، دي حاجة. الحاجة التانية ساعات بقى بشوف الكبير مثلا على الفطار، ضرب نار برضو يعني اللي بيجي قدامي بتفرج عليه يعني. بس ما فيش حاجة معينة بتتابعها غير بس الاعمال بس نطمن عليها، جعفر العمدة وعملة نادرة، اولادي اولادي بشوفهم لازم اشوفهم. تمام. طيب الفترة الجاية حضرتك حابب اكتر ان احنا نكمل في الحتة الدراما، ولا نروح بقى للسينما او مسرح؟ والله حابب اروح للسينما طبعا، السينما طبعا عالم تاني ودنيا تانية، نفسي اروح للسينما، بس انا مستني يعني، انا زي ما قلت لك الممثل بيعرض بضاعته، مستني. عملت شغل الحمد لله كويس في الدراما، حققت في الدراما حاجات حلوة كتير، مستني ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون في سينما ويكون في مسرح ويكون في خير لينا وليكم وللناس كلها. طيب اخر سؤال عشان وقتنا للأسف، لو ما كنتش ممثل كنت هتكون ايه؟ شوف ازاي استمع كده ايه. والله انا من صغري كنت بحب الكورة، كرة القدم يعني، ولو ما كنتش ممثل كنت اتمنى ابقى لعيب كورة يعني، لو لم اكن ممثلا انا اكون لاعب كره قدم. تحب حضرتك تعلن عن الفريق اللي بتشجعه ولا نخليها؟ طبعا احب اعلن، دي حاجه شخصيه وحاجه مسموحه، حاجه ما تضايقش حد. طبعا انا اهلاوي من وانا في ثالثه ابتدائي. زماره بقى مبسوطين. زماره عشان ايه؟ وطبعا وبحب طبعا وبحب الزمالك، بشجع الزمالك وبشجع الاسماعيلي لما بيلعبوا في افريقيا، اي فريق مصري بره مصر. اخواتنا طبعا. طبعا فكره احترام الخصم دي حاجه اساسيه، ولكن كل واحد بيبقى انتماء لفريق معين، وده شيء لا يعيب، بدون تعصب وبدون ان احنا نضايق حد تاني يعني، وكل سنه وانتم طيبين ومبسوطين وحلوين. حضرتك طيب ونورتنا والله العظيم، وبجد القعده معاه ما نشبعش منها حقيقي والله يعني حقيقي. يمكن تكون هقول مصطلح غريب شويه، هو من اطيب الحلقات اللي كانت موجوده معانا في فرنسا بسبب تواجد حضرتك معانا حقيقي، فعلا حلقه مريحه زي ما فنا بتقول، واحنا اتبسطنا جدا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا، واكيد اكيد ان شاء الله يا رب كده ما يبقاش اخر لقاء حضرتك، تخلص اي عمل وتيجي تنورنا هنا مكانك، ونقعد بقى ايه نتكلم براحتنا اكتر واكتر يا رب. ان شاء الله وليا الشرف، ومبسوط جدا اني كنت معاكم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين ومستمعينكم بخير ومشاهدينكم بخير وسعاده. ربنا يخليك. ميرسي جدا فنان احمد فهيم، نورنا وشرفنا النهارده، واحنا للاسف وقت حلقتنا خلص، وهنشوفكم ان شاء الله في يوم تاني في حلقه جديده من قبل ما تفطر بكتير. صباحكم زي الفل. قبل ما تفطر بكتير بيكون موجود مع حضراتكم كل يوم من الحد الخميس من الساعة 9 للساعة 11 الصبح، تقديم فن امام، سارة النجار، لينا الطهطاوي، ندى فليفل، ويوسف التهامي. هنسيبكم دلوقتي مع شيرين، ونقابلكم ان شاء الله يوم الحد في حلقة جديدة من قبل ما تفطر بكتير، وصباحكم زي الفل. كنتم مع قبل ما تفطر بكتير مع البنك العربي. البنك العربي، النجاح مسيرة، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان النجوم.